يا أعز الناس حبايبنا جديد الحنان يا أعز الناس حبايبنا جديد الحنان زادت غنى وسمعة طال الزمان يا أحن جديد. أهلا بأحبتي أعز الناس عبر أمسية رمضانية مميزة ونحن في حضرة من نهوى أعز الناس أحبتنا طيلة سنوات طويلة وجميلة. الغنى السوداني مختلف ما بين الرمزية والمصارحة والتلميح والتصريح والعديد من المفردات أو العديد من المدارس هي للغناء السوداني. هذه المرة وهذه الأغنية حنينة وسكرة خلت ربما من التعقيد على المستويات الكتابية، تميزت بالخفة على المستوى اللحني، أما الأداء فهو ما سنستمتع به في هذه الحلقة على أنغام جميلة وأداء مميز. إذن بساطة في اللحن، بساطة في التركيب اللغوي، جمال في الأداء، وأهلا بالحنان. أهلا بك أستاذنا وردي. شكرا. أهلا وسهلا. مرة ثانية برضو بنرحب بالحنين. الحقيقة الأغنية دي بالذات بيني وبينه متفق عليها، يعني ما نحن عندنا متفقات. الحنين السكرة متفق عليها. كيف متفق عليها؟ الفكرة يعني فكرة نورت في الحفلة، جات الحنين السكرة رسلت لي من بعيد، اتفقنا نغني لواحدة حلوة جدا جات الحفلة أو حتجي الحفلة. يلا يا إسحاق تكتب. لا في فرق، جات الحفلة ولا حتجي الحفلة؟ حتجي الحفلة بعد ما نحن كتبناها. نورت حفلتنا جات، ويلا غنن يا بنات. أيوة نورت الحفلة جاء. يعني نحن بعد جيتها ولا نحن سبقنا جيتها عشان نغني لها لما تجي. لكن الفكرة مختمرة من قبل ما تجي، لكن عشان حتجي في توقع، يعني إنها هي جاية الحفلة. هي الحقيقة يعني الأغنية وردي كان يعني في توقع إنه في جميلة حتجي الحفلة. جميلة على إطلاقها ولا جميلة على خصوصها؟ جميلة على إطلاقها ولا جميلة على خصوصها؟ لا ما هي الخصوصية، هي أصلا الأغنية أساسا محمد وردي. والله العظيم الأغنية دي أساسا محمد وردي، فأداني الفكرة قال لي يا إسحاق يا أخي أديني الصورة دي، زي ما عمل معي محمد الأمين في شارع النوار، قال لي أديني الصورة دي غنى والمدخل الحنين السكر. فخطيت وردي قدامي واللحظة بتاعتي. هو قد لا يعرفها، لكن أنا بعرف إنها حتيجي الحفلة اللي أنا حغني فيها في اليوم الفلاني، واستقبلها بالأغنية. أيوة الحنين السكر يعني كلام على المستوى بتاع الونسة، التداول والتناول العادي لونسة بسيطة يخلو من التعقيد اللغوي أو حتى بعض الفزلكة أو الفلسفة الشعرية. نعم. لبعض الشعراء وليس منهم إسحاق الحلنج بطبيعة الحال. عشان كده هبشت الناس، ما أي زول عنده الحنين السكر وأي زول بتونس بالكلام ده، عشان كده هبشت أي زول في حتته كأنما هو صاحب هذه الكلمة، لأنه متداولة، يعني هي كأنما إسحاق الحلنج استعار هذه الكلمة من كل المستمعين. ده واحد من أسباب هذا التناول، هذا التداول، هذه الإلفة مع الحنين السكرة. هي يعني هو اختار فعلا كلمات يعني
سهلة التناول، يعني ما 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 في تقعر لغوي، واللحن جات كبساطة الكلام، فبقت الحنينة السكر. شنو برضو من أشعار الحلنجي أو الحان وردي بتشبه الحنينة السكرة في بساطتها، فإنها فكرة مختمرة في السهل الممتنع ما بين لحن وكلمة. هي كثيرة، جميع أيهم أكثر شبها بالحنينة السكرة؟ جميع الأغاني اللي غنيناها يعني أفتكر هي بسيطة وما فيها تعقيد، حتى أغنية كبيرة زي عصافير الخريف دي، عصافير وموسم شوق، وزي ما سردنا في الحلقة الفاتت، يعني كل الأغاني بسيطة وجميلة. أو في الحلقات الفاتت برضو تكلمنا عن الصورة، يعني كل الكلام بسيط. لكن محمد جربت هواهم ما غريبة منها في الحتة دي، وقلبين كوا تذكر يعني ما أخذ نفس اللمحة الفرائية. لا هي أما نحن قلنا يعني الكلام البسيط، البسيط مش البساطة المخلة، البسيط العميق، البسيط الجميل. بس يمكن المقاربة، ما نقول المقارنة، المقاربة مع عصافير الخريف. عصافير الخريف بكل سهولته وبساطته تحمل بعض الرمزية، بعض الرومانسية، الكثير. نعم. من الواقعية. نعم. يعني كانت يعني تشكيلة جمعت الرومانسي مع الواقع مع الرمزي حتى. لكن الحنينة السكرة البساطة المباشرة. ما أنا قلت لك افتكر دي بتخش في صناعة الغنى، يعني الغنى كله مش مجرد خيال ورومانسية وبس، لا عايزين نعمل أغنية ونغنيها، نصنع أغنية في صناعة، زي ما في صناعة كل الصناعات اللي ممكن تكون صناعة المطرب، صناعة أي شيء، يعني لا 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 صناعة اللؤلؤ هسه في اليابان بيصنعوا الآلي. يمكن برضو عايزة أسأل، يعني أستاذنا وردي خدت جانب للأغنية، يمكن حتى على مستوى أنا خطيت الجانب المادي فيها. نعم. يعني أنه يا إسحاق أنا فحاغني في الحتة الفلانية، وحتيجي واحدة لذيذة جدا أنا بعرفها وبحبها مثلا، يا أخي مع التحفظ على مثلا بيها ولو المهم عايزين نعمل أغنية كده، إيه رأيك؟ إسحاق جاهز، وقام يتقمصني وبقى هو ذاته يحبها بدون ما يشوف. فهنا الالتقاء دائما. حتى قبل إسحاق يعني أنا وإسماعيل كنا كده. فليه أنا وإسحاق ماشيين مشوار طويل؟ لأننا بنلتقي في الحتة دي، وده ربما ده يكون سبب للنجاح. واحد بيكتب شعر، واحد بيلحن وبيغني، زي أمثال مرسي جميل عزيز والموجي عبد الحليم. يعني لما يكونوا في ناس قريبين من بعض، تالف الروحي يعني. أيوة بينتجوا سوا. وأنا يعني مع خلق، أنا بقدر، صحيح بقدر واحد لما يديني قصيدة أقراها إذا عجبتني بقدر ألحن، لكن إذا قعدنا أنا وإسحاق اتفقنا على فكرة بقدر ألحن أحسن. أستاذ إسحاق، يعني أستاذ وردة شرح لنا كيف إنها بدت كفكرة وتبلورت لحد ما وصلت لمحرة بتاعت لحن مؤدى ومغنى، لياتو درجة ممكن بتكون بتكتب في قصيدة قافية صوت وردي. أنا الحقيقة يعني زي ما هسه كان وردي بيتكلم في الحتة بتاعت العلاقة، يعني بحس إنه مهم جدا جدا تكون العلاقة بين الشاعر والفنان
فيها إلفة. الإلفة دي بتعمل تغارب بينهم الاثنين، بين مشاعرهم يعني، بيبقوا هلالين كده بيعملوا قمر اسمه أغنية حلوة. ده في رأيي يعني. فأنا وردي كنا بنعمل ماشيين في السكة دي على مدى سنوات طويلة جدا. بعدين أنا يعني صراحة برضو يمكن أنبه وردي لحتة، إنه إسماعيل حسن نفس الرؤى اللي بكتب بيها ونفس الروح اللي بكتب بيها قريبة مني شديد، لأني تأثرت بيه كثير. وردي لما يغني لي أنا بيلقى روح إسماعيل جواي. دي حقيقة. وردي طبعا من أحب الناس له في الدنيا إسماعيل حسن، دي ما بننكرها ولا حد ينكرها. وردي بيلقى فيني إسماعيل، عشان كده لا بلقى فيك إسحاق كمان، يعني في بينكم في اختلاف. أنا وإسماعيل اختلاف وتلاقي. أيوة، أنا وإسماعيل من بيئة واحدة، من منطقة واحدة. إسماعيل عنده تجارب شعرية قبلي، كتب لي ناس وناس لحنوا لي. صحيح. لما جينا نلتقي مع بعض ديل كان كل واحد بيفتش على الثاني. إسماعيل طنباري في شعره، يعني بتحس بالطنبور والبيئة بتاعتنا هناك. أنا جيت عازف طنبور، مغني لنج، ما بعرف حاجة في العاصمة غير ما سمعت الأغاني بالراديو. لما التقينا كان علي شمو سبب في هذا اللقاء، كان هو مذيع جديد وقال لازم تلتقي بإسماعيل حسن. جاب لي إسماعيل حسن وملحن لحن لي أغنية يا طير يا طاير، اسمه خليل أحمد الله يرحمه، دي من أوائل. وهكذا ابتدينا زي ما قلت لي هنعمل كده كده كده. لما أقول لإسماعيل والله شفته كده يقول لي والله يا سيدي ما أنا ذاتي شفته معك. مرات الرمزية أو التلميح ما التصريح بدي مساحات أكبر في بعض الأحيان، لأنه كل زول ده أنا أكثر من المباشرة أو طبعاً ما في كلام الملازمة. وفي بعض الأحيان تناول المتداول بيخلق صعوبة رغم سهولته، لأنه الكل تناوله بيخلق الكثير من المقاربة والمقارنة، لأنه نفس الفكرة أو ربما اللحن القريب على خفته تناوله كثر، وهنا بيخلق قيمة تنافسية مختلفة في أنه تبرز تميزك من خلال المعتاد أو المألوف أو المتداول. يعني الفكرة جات منك واللحن حقك والغنى حقك، ما توجست أو تهجست في وقتها طبيعة الحال هسه، لا أنه هذه البساطة مع مقارنة بأغاني كبيرة صعبة، لا نقول معقدة على المستوى اللحني، ممكن تخلق هذه المعادلة الصعبة أو هذه المقارنة قد تكون في وقتها غير عادلة. وما نحن عندنا شعراء الرمز، عندنا عمر الدوش، عندنا علي عبد القيوم، عندنا محجوب شريف، خصوصا عمر صديقه وصديقي الله يرحمه، يعني صعب التلحين، يعني الجاد لشعر عمر رغم الصعوبة كلماته بتجذبك، وكلمات ذات قيمة كبيرة، خصوصا إذا اختلطت الحبيبة بالوطن. ده دور قام به عمر وقام به محمود شريف، ديل
نتكلم عنهم أعتقد في وقت. إذن فقط فاصل قصير يفصلنا عن مزيد من الاستمتاع والاستماع، ابقوا معنا. يا أعز الناس حبايبك جدنا جديد، يا أعز الناس حبايبك جدنا جديد الحنان، يا أعز الناس حبايبك. أهلا من جديد بكل الذين انضموا الآن لينا ولأعز الناس، وبكل الذين سينضموا في مقبل الحلقات للاستماع والاستمتاع بأجمل ليالي هذا الموسم ورمضان عبر أعز الناس. أستاذ وردي، العديد من المناقشات أو المساجلات أو الجدال أو بيحسم الفن اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى أن أفسر الآخر، أن أشرح، أن أقول. نعم. حتى جدلية عروبة وأفرقة وأفارقة والعرب حسم الفن أعتقد في كثير من المواقف، وأنت فنان إفريقيا الأول لمست وتحسست وعن قرب مدى تفاعل هذه القارة السمراء بأشعارنا وبألحاننا، حتى وإن اختلفت لغة التخاطب ولم يكن حرف الضاد مشتركا بيننا وبينهم، كيف تعقب على هذه الجزئية؟ أعقب أقول السودان أفريقي، السودان لحنا وموسيقى إفريقية المزاج، يعني مننا وطوالي أقرب الناس لنا اللي هي جمهورية مصر العربية عندها الموسيقى العربية، شرقنا إثيوبيا إريتريا السودان، الفاصل بيبتدي من هنا وللجنوب، حتى في الشمال خالص شمال افريقيا في جزء من الموسيقى الخماسية لكنها ايضا تتعامل مع الموسيقى العربية. وجود الطنابير، الطنبور آلة قديمة جدا يقال انها آلة نوبية، الطنبور أبو خمسة أوتار، عشان كده نحن بنقع في منطقة الخماسي، خمسة أوتار، أوتار في الشمال خمسة أوتار في الشرق، نفس أهلنا كل قبائل البجا يستعملوا الخمسة أوتار دي، نمشي منطقة اللينقسنة الخمسة أوتار، جبال النوبة الخمسة أوتار، الغرب خمسة أوتار، الجنوب هكذا، نحن شلمنا خماسي حتى بدون طنبور، لو السوداني في أي منطقة من المناطق دي يترنم هيترنم خماسي في صوته، لا في ربع التون ما في، في حلقه ده ما في، لو غنى ساكت براه حتى في إحساسه ما في. أيوة في إحساسه ما في، عشان كده نحن أنا ما بنكر أنه نحن جزء كبير جدا بيتغنى باللغة العربية ولا بقلل من شأن اللغة العربية، لكن الموسيقى غير الكلام، في كثيرين من السودانيين ما بيعرفوا عربي لكن صوتهم خماسي
هذا هو الفارق. لذلك الأغنية السودانية انتشرت في شرق أفريقيا، في وسط أفريقيا، في غرب أفريقيا، مثال تشاد، كاميرون، نيجيريا، السنغال. يعني المطرب السوداني اللي مشى في المناطق دي خدم الموسيقى السودانية وخدم كمان اللغة العربية. طيب احنا يمكن محورنا كان الحنين السكرة، يعني وانت تغنيت على المسارح الافريقية وتمايلت حسان افريقيا على انغام وردي طيلة سنوات، الحنين السكرة بنصنفها في ياته مرتبة من هذا التفاعل، هذا الانسجام، هذا الولف ما بيننا وما بين الإخوة الأفارقة في التقبل. في التقبل لأنه الإيقاع، الإيقاع إفريقي، واللحن الميلودي إفريقي، التقبل في إفريقي أكبر. في حتى الألحان الخاصة بالسودان زي الفولكلور السوداني، يعني الأثيوبيين بيغنوا القمر بوبا. لا غير كده يا وردي، برضو أنا هسه تذكرت إنه عبد القادر سالم في ألمانيا غنى، الألمان اشتعلوا طرب. ليه؟ لأنه نحن يعني ليه لما أنا أمشي ألمانيا أقدم لهم مثلا الموسيقى اللي بيتلونوا بها ولا بيتعطروا بها ولا بيتفسدوها، ما عملت جديد. لكن لما أمشي بالإيقاع، إيقاع المردوم مثلا، ألمانيا دي كلها اشتعلت نار على 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 ألمانيا. ليه أنت ما تمشي أمريكا؟ من هم سادة الغناء في أمريكا؟ لا فارق، الجنود الأمريكان الأفارقة اللي مشوا أمريكا من أعظم الناس اللي وضعوا الموسيقى الإفريقية على الواجهة الأمريكية. يعني في عظماء من الموسيقيين زي نات كين كول، زي إيلا فيتزجيرالد، زي ري تشارلز. يعني أنا برضو عايز أسألك يا محمد في حتة مهمة جدا بفكر فيها كثير، يعني عندك اليابان خماسي ولا لا؟ نعم، آسيا خماسية. الهند آسيا؟ لا الهند لا، الهند سداسية. سداسية، لكن اليابان؟ اليابان، الصين أيوة. كلها خماسي. أيوة. ليه هم مسكوا في الخماسي بتاعهم ده؟ ما فرطوا زينا نحن؟ أيوة، لكن خماسي هم متطورين، عندهم الأوبرا وعندهم الأوركسترا السيمفوني وتأليف سيمفوني، يعني حسب التقدم الصناعي الموجود في بلادهم هم تطوروا. ما بينفصل من نعم كل التطور، ممكن يسحبوا مسيرة إنسانية اللي فيها الجانب الصناعي والجانب الفني اللي بيقود بقية التطور على المستويات نعم. المختلفة نعم. ممكن الانتباه لأنه الاتجاه سريع نحو العالمية، بالمقابل يعني في الاتجاه المقابل تغول وعميقا في المحلية، هذه هي العالمية بالضرورة. أنا أعتقد كده ده الكلام ده سليم 100%. نعم. إيه رأيك نسمع الحنين؟ لو ما أرضيت، إذا أنت لو أنت كفنان في البلد دي قدرت تجذب هذا النسيج السوداني المختلف أجناس زي ما قال محجوب شريف، والمختلف بالناس، بلد فيها لغات متعددة، حضارات مختلفة، إذا فنان سوداني قدر يعني يكون عنده مستمعين من كل الفصائل السودانية، ده فنان عالمي. احنا نحذف كلمة إذا ونقول انه في فنان سوداني تحدث عن هذه الجزئية وكأنما يتحدث عن نفسه، حيسمعنا الحنين السكري. Thank you.
Thank you.
ده كتير خيره لسنوات تغنينا وتماينا طربا وأدبا ورقة وجمال مع وردي والحلنجي. لا أملك إلا أن أقول شكرا لأجمل سنوات العطاء. شكرا للحنان. شكرا جزيلا لك. أتمنى أن نرضي مشاهدينا ونرضيك. الله يخليك أستاذنا وردي. أنت لسنوات يعني كنت بدرجة من الرقي والرضا حد الإشباع الفني والإنساني. شكرا جميلا. المزيد يتمنى. المزيد من الإبداع عبر حلقات قادمات. أنتم دائما أعز الناس وأنا في حضرة أعز الناس. كونوا بخير. شكرا جزيلا. يا أعز الناس.